أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. حديثي اليوم عن قول قاله الرب يسوع المسيح له كل المجد، قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. من يستطيع أن يقول تعالوا إلي؟ ومن يستطيع أن يريح الناس أو البشر من أتعابهم ومن الأثقال ومن الأعباء اللي بيرزحوا تحتها أو عايشين في ظروف صعبة؟ مين يستطيع أن يعطي الراحة؟ أنا بدعوك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة عندما قال يسوع تعالوا إلي. لمين هذه الدعوة؟ ومن يقصد في هذه الدعوة؟ وهل هاي الدعوة ما زالت موجهة لك شخصيا؟ ابقوا معي أعزائي المشاهدين، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.